هي الفنانة الممثلة حصلت على وسام فارس من وزارة الثقافة الفرنسية. وقعدت أقول هو احنا ازاي ما خدناش بالنا؟ ده دي حاجة مهمة، دي حاجة مهمة، في عدد من الفنانين الكبار أخدوا الوسام ده. وبعدين لما رجعت للتاريخ يمكن فسر لي احنا ليه ما فيش حد كتير عارف، لانه كان في 2014، واحنا 2014 كان عندنا الاحداث على اخرها يعني، نار كان نار كنا مجبور نعم كانت الاحداث نار نار نار. هي خلينا نشوف هند وهي مشرفانا بقى وهي بتستلم الوسام وبعد كده نسالها عليه. Je sais que vous auriez été fière de moi aujourd'hui, mademoiselle Lostia, et fière, je le suis. Je suis désolée. نعم، في مجال الأدب والفنون، فرنسا هي مركز. مركز محب، مشجع، وملم. أينما كنت في العالم، بإمكانك المساهمة في إثراء الثقافة العالمية. ثقافة مبنية على قيم فلاسفة الأنوار. قيم ولدت في فرنسا وانتشرت للعالم. تراث يعتبر الآداب والفنون عواميداً وجسوراً مشتركة بين الحضارات. فرنسا بعيداً عن حدودها الجغرافية هي قبل كل شيء بالنسبة لي أستاذة فلسفة، ترى فيك ما لم تره في نفسك وتتوسل إليك أن تؤمن بنفسك مهما كانت قصتك. هند مشرفانا، عربي كويس قوي، فرنساوي شكله كويس قوي، لا متعلمة والله، مشرفة جدا. الله يخليك سلمي الوسام.